الطبيب كان قال الوالدين راه يقدر ما غاديش نعيش دائما كيقول لي هاد الدري هذا ما غادي يدير والو في حياته. صحابي كاملين مشاو قراو برا وانا سقطت الباك، ما كانش عندي مع القرايه ولكن كنت باغي نربح الفلوس. سلام سلام سلام، كي دايرين لامون بافام؟ نتمنى تكونوا بخير. اليوم جينا نديرو شي جليسه مع القهوه زوينه باش نهضروا على الستوري ديالي، شكون انا، منين جاي، اشنو كندير في الحياه، كيفاش بديت. زيدو زيدو زيد، درت لكم واحد الكيو ان اي في انستغرام، دونك ضروري خاصني ندير واحد يوتيوب فيديو سبيسيفيك تو انسر ذوز كويشن، ولكن ما غاديش نجاوبهم عادي، غادي ندير لكم واحد الستوري ديالي. دونك السؤال هز، خذوا شي حاجه ما تاكلوا ما تشربوا بحالي هاد القهوه تندوقوها. قهوه جات واعره. وريحوا معايا باش ندوز واحد الوقيته واعره. Let's start from the beginning. اللي ما عرفتونيش سميتي ياسين عمور، عندي 25 عام. دابا شويه ندوز 26 ما بقى والو. It's the 16th of June، ما تنساوش. عرضوا عليا شي حفله ولا شي حاجه. مهم، غادي ل 26 عام وتزاديت في المغرب في كازا. شايلدهود ديالي كامله دوزتها في المغرب. خاصكم تعرفوا شي حاجه ما عمر قلتها في السوشيال ميديا، النهار اللي تزاديت كانت عندي بزاف المشاكل. الطبيب كان قال الوالدين راه يقدر ما غاديش نعيش حيت تزاديت بسبع شهور وباقي ما كملت زعما فكرت الوالده. كان مون باغي يخرج. مهم الحمد لله اني هنا وكل شيء مزيان. امتى كنت صغير الوالدين عطاوني اللي بغيت، كنت واحد البروش فرحان وعشت حياتي. كنت كندير سكيت بورد، سيرف، الباسكيت، بزاف د الحوايج. ومن صغير كنت عارف عزيز عليا الرياضه، ولكن الرياضه اللي كانت عزيزه عليا بزاف هي سكيت بورد. راه كنت مسطي، كنت كنخرج مع صحابي في الزنقه كنديرو سكيت. الوالده شويه وتسطى كتقول لي يا ولدي راه شي نهار غادي تقصح ديال بصح، حيت راه كنت كندير شي حوايج. المهم انتم عرفتوا ديال الدراري الصغار. المهم قريت في المدرسه ديال اسبانيول خوان رامون خيمينيس في دار بيضاء، ودوزت واحد الوقت ديال المدرسه خايبه. كنت انا هو داك اللي كيجبد الصداع في المدرسه. الاساتذه ما كانوش كيحملوني، دائما كيقول لي هاد الدري هذا ما غادي يدير والو في حياته. كنت كنقرا بزاف وكنسقط في امتحانات، وكنت كنشوف صحابي هما كيقراو غير شويه وكيجيبوا واحد النقاط واعره، ولكن كنت عارف المدرسه ماشي داكشي اللي كان كيعجبني. وعلى قبل داكشي عاودت واحد النيفو، صحابي كاملين مشاو قراو برا وانا سقطت الباك، ولكن الحمد لله شديتو في غاتخاباج. غير على قبل حاجه وحده هي السبانيوليه، ديك الاساتذه ديال السبانيول ما كانتش كتحملني. عرفتو نهار الباك مشيت عندها وبديت كنبكي كنقول لي عافاك عافاك ما تسقطينيش ما تسقطينيش، وهي طن سقطتني. داك الوقت امتى كان عندي 16 عام وباقي كنقرا في المدرسه، طاحت ليا في بالي واحد الفكره وقلت مع صاحبي غادي نديروا واحد تي شيرت براند غير باش نبداو في واحد البيزنس، حيت ضروري كنت باغي نربح الفلوس. ما كانش عندي مع القرايه ولكن كنت باغي نربح الفلوس بواحد الطريقه. بدينا كنقلبوا على لوزينات، كنصوروا على الديزاين، صوبنا جوج ديزاين وبعناهم كاملين، واحد 100 بياسات تقريبا. هذيك هي اول انتربرينور اكسبيرينس كانت عندي. المهم من بعد الباك مشيت نقرا في اسبانيا بارسلون واحد المدرسه ديال الماركتينغ كتسمى ايسيك، كانت واحد المدرسه بريفي ديال الكاتالون، وتلاقيت غير مع الاسبانيوليين والكاتالان. دوزت عام لهيها وما حملتش القرايه لهيها، دونك بديت كنقلب على شي حاجه اخرى ولقيت واحد المدرسه انترناسيونال سميتها ايو بزنس سكول، فين قريت البيزنس ان ادمنستريشن. كيما عرفتوا امتى كنقراو برا دائما خاصها تكون ديك الحفله والنشاط وديك الشيء، ولكن انا كنت كنمشي نتريني يوميا في الصباح قبل ما نمشي للمدرسه، وكنعس بكري باش نفيق فريش اند ريدي تو هوسل. ولكن مره كنت كنخرج الناشط مع راساتي، وصحابي كانوا كيسموني بابي جونسون حيت دائما كنت الاول اللي كنت كنمشي من دوك الحفلات والغادرينغ غير باش نمشي نعس حيت عييت. ما كانش عندي ذاك الريتم ديالو. المهم قريت 3 سنين في برشلونه ولكن عاوتاني القرايه ما عجبتنيش، دونك ضروري لقيت شي حل باش نخدم ونربح الفلوس. اول خدمه لقيتها في برشلونه هي نبيع تيكيه ديال الكلوبز في البحر. الناس كانوا ناشطين رايحين مع راساتهم كيتشمشوا، وانا كنجي كنبرستهم كنقول لهم واش بغيتوا تشريو التيكيات راه كاين واحد الصواريه واعره، وهكاك اللي بديت البيع والشراء. ولكن هذيك غير باش ندير شويه البوكيت موني ونخرج اوت اوف ماي كومفورت زون. كنت عارف داك الشيء ما غاديش يصلح ليا في اللونج تيرم. شديت الدبلوم ديال بزنس ادمنستريشن وخديت ديسيزيون نمشي لكندا باش نبدا نخدم في الريل استيت. كنت باغي نمشي بعيد ونشوف الحياه كيفاش دايره ليها. بديت بواحد ستاج ديال 3 شهور ومن بعد قلبت شي حاجه اخرى حيت ضروري
كان خاصني نربح الفلوس باش نقدر نعيش في كندا. دونك اول خدمه اللي خديت ليها هي كنت كنخدم في واحد الجيم وكنت كنعطي شي كلاسز باش نقدر نربح شي شويه. حداها حتى هي راه خدمت از ا سيرفر ان ويدينغز كنسيرفي الناس وداكشي، ودرت كاترينغ في واحد البيك كومبانيز كنسيرفي ليهم الماكله. دابا يقدر غادي تسولوني علاش درت داكشي، حيت كنت باغي اكسبيرينس ايفريثينغ، كنت باغي نعرف كيفاش كيحسوا الناس امتى كيسيرفيو شي واحد غير باش نتعلم ونكبر شي شويه في دماغي. كلشي داز مزيان، ومن بعد عاوتاني رجعت في الريل استيت، سيفت بزاف ديال السيفيات وشداتني واحد الشركه وقالت لي بغيناك. مشيت عندهم هضرت معاهم عطاوني واحد السالير واعر، ولكن في راسي كنت كنقول لا راه داكشي ماشي اللي بغيت لداخل مني، كنت كنحس بشي حاجه ناقصه. سو اف ديسايدد تو جو باك تو بارسلونا، حيت كانت الشمس والبحر والنشاط احسن من البرد في كندا. ما بقاتش عندي القهوه، نمشيو نصوبوا شي قهوه عاد نزيدو نكملوا في هاد ستوري. يلا كي جاتكم هاد ستوري هادي عجبتكم ولا لا؟ المهم نصوبوا القهوه ونزيدوا القدام. بصحه القهوه. جات واعره. نكملوا الجلسه ديالنا. دونك قلت لكم رجعت لبارسلون، بديت كنقلب على شي خدمه حيت بغيت نبقى في بارسلون وما كنتش باغي نرجع في المغرب نهائيا، كنت باغي ضروري ندوز واحد عامين ولا 3 سنين خدام في اوروبا. قلبت كنصيفط في السيفيات، درت الاي كوميرس، داكشي ما خدمش، وبقيت كنضارب وكنضارب وكنصيفط لي سيفي. يوميا كانت عندي واحد الانترفيو مع واحد الكومباني، كندوز الانترفيو كانوا كيعيطوا عليا وكيقولوا لي بغيناك في الشركه، وانا كنقول او واش انا واعرف الانترفيو ولا شنو. كانوا كيعطيوني شي سالير مزيان، ولكن عاوتاني في دماغي كان شي حاجه ناقصه، كنقول اوه واش هادشي كيفاش كيعطيوني الخدمه وانا ما بغيتهاش. بقيت واحد 3 شهور وانا كنفكر، حتى دماغي قال لي ياسين خاصك ترجع للمغرب. دونك خديت الفاليزات ورجعت للمغرب، هادشي في 2019. رجعت بديت كندير واحد ستاج في ريل استيت باش نتعلم شي شويه كيفاش خدامين الناس في المغرب. واحد 6 شهور وجا الكوفيد، احنا جالسين في الدار ما بقينا كنديروا والو، ما خدامين ما ناشتين، كلشي ازيرو. ولكن انا من هادوك اللي ما كيحملوش يبقاو في الدار وما كيديروا والو، ضروري كان خاصني ندير شي حاجه. دونك قلت لراسي غادي نبدا مون بافيت، غادي نبدا نهضر في السوشيال ميديا ونبارطاجي الجود فايبس وواحد الترينمات باش الناس يقدروا يديروهم في الدار. هادشي كان بيك ستيب، حيت خاصكم تعرفوا راه ما كنتش كنحمل السوشيال ميديا، ما كنتش كنقدر ناخذ تليفون ونفيلمي راسي كنهضر، ما كانش كيعجبني نهضر، ما كانش كيعجبني نبارطاجي، كان كيعجبني غير نجلس في الدار نبقى بوحدي ونخدم على راسي غير بوحدي. ولكن في البدايه ديال الكوفيد قلت ضروري خاصني نخرج من الكونفورت زون ديالي ونبدا شي حاجه اللي ما عمر درتها. دوك تلاحيت في السوشيال ميديا، داز واحد الشهر والكونت بدا كيكبر بشويه بشويه وحنا غادي. في نفس الوقت بديت كنخدم مع الوالد اللي هو خدام في البني، وكنخدم يوميا النهار والليل باش نقدر نربح فلوس باش نعيش وندير الكونتنت كرييشن باش نبارطاجي مع الكوميونيتي ديالي. الوقت كان كيدوز and we finally reached our first amazing milestone، درنا 10,000 ناس في الكوميونيتي. هادي كانت واحد ستيب كبيره ليا، ما عمرني فكرت غادي نوصل داك لوبجيكتيف، ولكن الحمد لله مع الخدمه وصلنا. وعلى قبل ديك 10K درت عاوتاني واحد الماركه ديال التيشيرت باش نبيعها والبروفيت كاملين نعطيهم لواحد لاسوسياسيون، حيت كنت باغي ندير شي حاجه مزيانه ثانكس تو ذا كوميونيتي. من بعد الكونت بدا كيكبر بشويه بشويه، وبديت كناخذ واحد الفورماسيون ديال بيرسونال ترينينغ اونلاين باش نقدر نعطي بيرسونال كلاسز ونصوب واحد الاونلاين بروغرامز باش نقدر نبيعهم للكوميونيتي ديالي. صوبت البروغرام الاول اللي كنت سميتو لا كانزين، اللي هو كان 15 يوم ديال ترينما في الدار باش تقدر تحس براسك مزيان، والحمد لله بزاف الناس خداو هذا البروغرام وعجبهم الحال. مهم بالفلوس اللي درت مع كانزين خديتهم وخشيتهم عاوتاني في واحد البروغرام جديد اللي سميتو بودي سكان، اللي كان هو مور بروفيشنال وصوبت به واحد لابليكاسيون. المهم هذيك كانت البدايه ديالي في الاونلاين ويلنس كوتشينغ، والحمد لله باقي غاليه. في نفس الوقت باقي كنت خدام في الريل استيت وكنكري في الاوفيسز الكره العاديه، ولكن كنت باغي نجيب شي حاجه جديده، شي حاجه اكسايتينغ. دونك صوبت واحد ليسباس ديال كووركينغ اللي سميتو سبيسيكس كووركينغ، هذاك هو البيبي ديالي. صوبنا
كل شيء لسباس كان خاوي وبدينا كنبديو واحد لسباس واعر فيه الميتينغ روم 7 ديفرنت اوفيسز واحد لسباس ديال الكووركينغ ديال 15 البوزيسيون كيتشنيت ايكيبي تقدر دير فيه القهوه الاتاي تسخن الماكله اند موست امبورتنتلي كنت باغي لسباس يكون كوزي الناس يجيو يكون مرتاحين. مهم الحمد لله العمل الاول لسباس عمر وحنا غادي في نفس الوقت انت كنت كندير ريل استيت كندير الماناجمنت ديال سبيس اكس الماركتينغ كنكري في الاوفيسز وكنصوب الكونتنت باش نقدر بارتاجي مع الكوميونيتي. خاصكم تعرفوا ارا ما بقاتش كان عندي السوشيال لايف ما بقيتش كنخرج ما بقيتش كنشوف صحابي غير كنتريني وكنخدم هذيك هي الحياه اللي كانت عندي والحمد لله الكوميونيتي في انستغرام وصلت ل 25000 بيبل العام الاول ولكن العام الثاني والو زيرو الكوميونيتي ما بغاش تطلع دونك بقيت كنفكر وكنقول ياسين اشنو خاصني نبدل باش الكوميونيتي تقدر تكبر اكثر. واحد النهار طاح ليا في بالي واحد الفكره في السوشيال ميديا كنت كنهضر غير فرنسويه والانجليزيه ونسيت العربيه حيت ما كانش كنعرف نهضر مزيان وتا دابا شويه كنضر معكم ولكن قلت لراسي غادي نبدا نهضر بالعربيه في السوشيال ميديا. من داك النهار صوبت واحد الفيديو والحمد لله اتوانت فايرو واليوم دات من 3 المليون ديال الفيوز. بقيت كندير الكونتنت بالعربيه والناس بداو كيعجبهم داكشي وكيتابونيو في الكونت ومن النهار اللي درت الفيديو الاولى بالعربيه حتى النهار اللي وصلنا ل 100k دازت 5 ايام وصلنا ل 100k in 5 days that was crazy. مهم هادشي زاد عليا الخدمه وستريس وما بقيتش كنعس كنفيق غير بوحدي مع 4 الصباح وكنخدم النهار والليل باش نقدر نزيد لقدام والمنتال هيلث ديالي ما كانش مزيان. سو in January 2023 خديت واحد ديسيزيون كبيرة I quit real estate الخدمة ديال 3 سنين في البني خليتها حيت كنت باغي نركز 100% الكونتنت كرييشن حيت هذيك ولات الباشن ديالتي كان عزيزي عليا داكشي كامل اللي كنت كندير ولكن كان خاصني ناخذ واحد ديسيزيون باش ندير الفوكس ديالي لحاجة وحدة ونكبر في ديك الحاجة دونك خديت اصعب ديسيزيون كان خاصني ناخذ في حياتي. باقي عاقل في داك النهار مشيت عند الوالد قلت ليه اراني ما بقيتش غادي نخدم معك حيت بغيت نركز 100% في الكونتنت كرييشن. دونك من داك النهار بديت كنركز في الكونتنت كرييشن والويلنس حتى هي باش نقدر نكبر في هاد الدومين ونزيد لقدام. بديت واحد البيزنس جديد ديال الكونتنت كرييشن باش نعاون الشركات حتى هما يديروا الكونتنت ديالهم ويديروا البروموسيون ديال برودكتس اند سيرفيسز سوشيال ميديا وسميت هاد البيزنس مافريكس ميديا ايجنسي. راه كلشي عندكم في الشانل جو تشيك ات اوت. المهم دابا عرفتوا شكون هو ياسين عمر AKA مونبا فيت انا ولا بغيتو تتبعوا الستوري ديالي ما تنساوش ديروا لايك سبسكرايب اند تيرن اون ذا نوتيفيكيشن باتن سو يو دونت ميس ذا نيكست فيديو. يلا جايز ما تزابوش.